بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم. الآن سأخبركم بطريقة قراءة تقرير الدكسا سكان. بعد ما استعرضنا كيف يتم تصوير المريض على جهاز الدكسا، بيطلع معنا التقرير بالطريقة هاي. هذا طريق تقرير الدكسا سكان اللي بتصور عنا في قسم الأشعة. زي ما حكيت لكم زمان كانت هاي الوحدة تابعة للطب النووي وليس لقسم الأشعة، في قسم الأشعة الطب النووي، لكن الآن بالتقنية الدكسا اللي هي اختصار للدول انرجي اكس راي ابزوربومتري. دول انرجي اللي هو التصوير، اللي هو قياس امتصاص الاشعه عن طريق الطاقه الثنائيه، اللي هي دول انرجي طاقه ثنائيه اكس راي ابزوربومتري، قياس امتصاص الاشعه بالطاقه الثنائيه. بيطلع معنا التقرير هذا. التقرير هذا الان لما امسكه، اول ما امسكه بدي اشوف المريض وعمر المريض، و إذا كانت فيميل هل في دورة أو منقطع عنها الدورة. إحنا عادة هذا الدكسا سكان بنصوره للمرضى اللي بصيروا عمرهم فوق 60 بالنسبة للميل، والفيميل اللي بنقطع عنها الدورة بوست مينيبوزل بعد انقطاع الدورة بنصور الإناث. الآن أحيانا عند بعض الشباب اللي بصير عندهم مشاكل مثل اللي هي أمراض اللي الهرمونات الغدة الدرقية، أو مرضى الثلاسيميا، أو مرضى اللي بتعالجوا بال كيماوي، هذول بيحتاجوا لمتابعة لقياس هشاشة العظام، قديش كثافة العظام عندهم، نشوف قديش هل عنده هشاشة ولا لا. الآن بيطلع عندنا التقرير، مهم ما بعرف عشان أعرف إني هل بدي أقرأ على التي سكور ولا على الزي سكور. في عنا قراءتين، زي سكور وتي سكور. التي سكور، التي سكور للمرضى الأولد إيج، الميل الكبار بالسن، والفيميل اللي انقطع عنها الدورة بدي أقرأها على التي سكور. بدي أطلع على الأرقام هاي. هسا الأرقام هاي بقول لكم كيف بدنا نقرأها. المرضى اليونغ واللي بتجيهم الدورة لسه الستات بنقرأ على التي سكور. الآن بالنسبة للتي سكور، هاي التي سكور هون، هاي مريض عندي عمره 67 سنة أو عمرها، المنس عندها نيجاتيف، منقطع الدورة، فورا بنروح نقرأ على التي سكور، بنشوف أرقام التي سكور اللي عندها، بنشوف هاي الأرقام، شوفوا 1.6 ناقص 4 3. الآن هاي الأرقام شو بتعني لك؟ لاحظوا هون فوق، إذا بتلاحظوا هون مكتوب هاي نورمال أدلت. شو النورمال ادلت؟ اللي هي الريفرنس داتا، يعني الرقم اللي طلع معي قديش امتص العظم تبع هذا المريض. بدي اقارنه مع مريض يونغ ادلت، يعني مريض اليونغ ادلت هيك قسموه على الزيرو. هذا على الزيرو بكون ممتص عظمه مثلا ممتص 20 كي في، على الواحد بكون ممتص 30، على اثنين، وهي ارقام مثال عشان التوضيح عشان تفهموا، على اثنين اذا كان هذا بكون ممتص 35 مثلا او 40 كي في، على الأربعة بيكون مثلاً 50 كي في. الآن ناقص واحد بيكون ممتص 10، هو ممكن يكون مقتص 5، ممتص 5 بس 5 كي في ممتص. فهاي حسب ما امتصاصه عملوا له كير وانحرافات معيارية، يعني عند الزيرو مثلاً بيكون هذا الأرقام مش حقيقي إنه 20 20، بس عشان تفهموا إنه عند الزيرو انحراف المعيار الزيرو بيكون مثلاً ممتص 20. فالآن مريضي هذا لما يصوره ويعمل له سكانينج ويشوف قديش امتص عظمه، بيشوف وين موقعه وقديش منحرف معيارياً. إذا كان الانحراف المعياري من صفر زي ما حكينا، من زيرو أو من ناقص واحد وفوق ذلك، يعني ناقص واحد، ناقص 9 بالعشرة، واحد زيرو، واحد اثنين، هذا كله نورمال، يعتبر نورمال. ناقص واحد، ناقص 9 بالعشرة، زيرو، 1 2 3، هذا كله نورمال. الآن إذا كان أقل من ناقص واحد، يعني كيف؟ يعني المريض كان هون التي سكور هاي تبعته من ناقص واحد إلى ناقص 2.4 بالعشرة، يعني انحرافه المعياري انحرف ناقص درجة أو ناقص درجتين وأربعة، انحراف معياري، هذا بنقول عنه أوستيو بينيا. بينيا معناها نقص أو قلة، فبيكون عنده نقص في خلايا العظام. إذا كانت أكثر من ناقص 2.5، أكبر من ناقص 2.5، 2.6، 3 ماينس، 4 ماينس، ناقص 2، هذا بنقوله أوستيو بوروسيز، اللي هي تنخر العظام، أوستيو بوروسيز. مريض هذا استعرضنا زي ما حكينا عمره 67، فورا بنروح نقرأ بالتي سكور. التي سكور عنده ناقص 1.6، L2 هي L1، L2 ناقص 4. شوف لاحظوا هون بي ام دي بعطيني هون قياس، يعني هذا بي ام دي جرام لكل سنتيمتر مربع، وهي كلها تبع لقديش امتص جسمه اشعه، يعني بيكون معروف اذا امتص مثلا 20 بيكون هالقد قراءته، اذا امتص 30 قراءته بتكون شيء مختلف.
فالآن شوف هون عندنا ناقص 4 ناقص 3 ناقص 2.5 ناقص 9 كل قراءته فوق الناقص 2.5 فهذا بيكون اوستيوبروسيس المريض. نكتب له اوستيوبروسيس. بنيجي هذا بالسباين في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الفيمر هون بالنيك اوف فيمر نفس الشيء طلع قراءته ناقص 2.9 ناقص 2.7 ناقص 3.4 هاي كلها فوق برضو 2 ناقص 2.5 برضو هذا اوستيوبروسيس. الآن المريض سواء كان هون اوستيوبروسيس وهون نورمال نكتب له اوستيوبروسيس. المريض راح ياخذ دواء للهشاشه، طبيب العظام راح يفصل له يوصف له هذا الدواء. فهذا بالنسبه للتي سكور للاولد ايج زي ما حكيت لكم ناقص 1 الى من ناقص 1 او وما فوق لناقص 1 ناقص 7 10 0 1 2 3 هذا كله بنقول نورمال بي ام دي. من ناقص 1 الى ناقص 2.5 بنقول اوستيوبينيا، من ناقص 2.5 وفوق بنقول عنه اوستيوبروسيس. يعني ناقص 2.5 2 ناقص 2.6 ناقص 3 هذا هكذا بنقول عنه اوستيوبروسيس. طبعا السيفيريتي يعني شده هذا الفعل، كل ما يكون الرقم هذا الناقص اكبر يعني يكون عنده ناقص 5 بيكون عظم يعني سيفير اوستيوبروسيس. اذا كان ناقص 2.5 يعني يكون يعني حسب قراءه هذا التقرير. هاي الاوستيوبروسيس. ناخذ مريض ثاني، نستعرض مريض ثاني. هذا عمره 59 سنه، فورا بنروح على التي سكور. ما بيطلع على الزي سكور، قلنا لكم الزي سكور هاي لليانج ميل او فيميل، يعني المريض لسه تكون تجيها الدوره، او شاب صغير عنده ثلاسيميا لا سمح الله. صغير معنا اقل فوق ال 20 عام. يعني جهازنا هذا مصمم للادلت، في اجهزه ثانيه مصممه للتشلدرن، بيكون الريفرنس داتا تبعتها تشلدرن بيشنت. يعني ما بصير تيجي تصور مريض عندنا هون اقل من 20 عام عمره، المينيمم 20 سنه لانه الريفرنس داتا لمريض ادلت. فمرضى اللي حكينا لكم عن هذول اللي بتجيهم الدوره والادلت عمره 20 30 40 نقراهم على الزي سكور. الزي سكور مهمه جدا شغله، احنا ما بنقول عندهم لا اوستيوبروسيس ولا اوستيوبينيا. الزي سكور بعدين بكمل لكم، بس خلينا نكمل لكم على التي سكور اول زي ما حكينا لكم. الان هذا مريض عمره 59 سنه، بنطلع التي سكور تبعته، طلع ناقص 1.4 ناقص 1.4 ناقص 7 بالعشرة ناقص 1.1 هاي كلها بحدود الاوستيوبينيا، ما وصل ناقص 2.5. هون لاحظ برضه ما وصل 2.5، فهذا المريض بتكون نتيجته اوستيو. بنكتب له هيك اوستيو، الدكتور بكتب له اوستيو بينيا لانه اقل فحوصاته ما وصلت للماينس 2.5. هذا اوستيوبينيا وهذا اوستيوبروسيس. زي ما لكم شفتوا ارقامه كلها فوق 2.5. في عندنا مريض هون، اشوف هذا المريض نفس اللي عمره 52 سنه، شوف هاي قدون الارقام تبعته كلها ما وصلت الناقص واحد وفوق الا في فقره واحده، وهذا كقراءه شامله بنقول عنه ايش؟ لاحظوا ارقامه هون 0.7 0.7 0.4 0.3 كله ما طلع، ما وصل لمنجل الاوستيوبينا ولا وصل لسبروسيس، فبنقول نورمال بي ام دي. هذا كله ما يتعلق بالتي سكور. زي ما حكيت لكم الريفرنس تبعه بيكون ليانج ادلت. الان متى بيكون عندنا الوزن زي ما شفنا وزننا المريضه وقسنا طولها؟ لانه هسه الان بالزي سكور، بالزي سكور لمريضه بتجيها الدوره ولا شاب صغير عنده ثلاسيميا او عنده انسفشنسي بال او عندها بالثايرويد جلاند هرمون او خذ ادويه كيماويه وجاي عشان يتابع البون مينرال دنسيتي في الماده تبعه، نقراها على الزي سكور. بيكونوا صغار بالسن هذول، يعني ممكن تكون 20 25 بس مش اقل من 20. دون ال 20 بحتاج الى جهاز خاص بالتشيلدرن او بقيس بالدياترك. احنا جهازنا بقيسنا 20 عام فما فوق، وهذا بقى مكتوب بالمانيوال تبع الجهاز انه هذا الجهاز مصمم للعمر القديش. للبدياترك تحتاج الى هاردوير اخرى وتحتاج الى سوفت وير اخرى. فالان في عندنا قلنا بنقرا على الزي سكور. بالزي سكور مهم تفهموا شغله جدا مهمه، ما بنحكيش لا نورم لا اوستيوبينيا ولا اوستيوبوروسيس، بنحكي نورمال. اذا كان فحص هاي الارقام تبعته كلها عنده اقل من ناقص 2، يعني ناقص 1 ناقص 1.5 0 1 2 ناقص 1.9 هذا كله بنعتبره نورمال. اذا اقل من ناقص 2 ماينس 2.5 ماينس 2.6 ما بنقول ماينس 2.1
بالزي سكور بعدني بحكي زي زد سكور. ما بنقول اوستيوبروسيس ولا اس، بنقول بيلو بيلو ذا اكسبكتد رينج، يعني تحت الحد المتوقع. وليش بنحكي هيك ما بنحكي اوستيوبين ولا اوستيوبروسيس؟ المرضى اللي هون صورناهم كانوا اوستيوبروسيس الريفيرسبل، يعني عمر الاوستيوبروسيس ما بيرجع بصير نورمال او بصير اوستيوبينيا نيفر. انا مشتغل على الاجهزه لاكثر من 5 سنوات اجهزه هشاشه، كان المريض بيجي اوستيوبروسيس بالاوستيوبروسيس، هو باخذ الدواء ك يعني كمحافظه على هذا المستوى، ما يصيرش وورست اكثر، يعني ما يصير أسوأ حالته ما يزداد سوء. لكن في الزي سكور هذول الشباب المريضة اللي بيكون عندها خلل في الغدة الدرقية أو كذا، إذا عالجت هذا الخلل الهرموني بترجع بعد فترة بنلاقيه ولا هو صار عنده نورمال، فبنكتب نورمال. عشان هيك بالزي سكور ما بنحكي نورمال، ما بنحكي عفوا أوستيوبينيا ولا أوستيوبروسيس، يا يعني إما بيكون نورمال أقل من ناقص 2.5 ناقص 1.9 1.8 أو بيكون أكثر من ناقص 2.5 بنقول below the expected range، يعني تحت الحد المطلوب أو المسموح فيه. يعني هذا المريض عنده نقص، عنده نقص في خلايا العظم أو عنده هشاشة، بيرجع الدكتور ببعث عن الكوز، هل هو هرموني هل هو كذا، بعالجه برجع مله فولو اب، برجع بلقاه نورمال، صار نورمال بالزي سكور للشباب. لكن التي سكور الريفيرسبل، ما في واحد اوستيوبروسيس بتعالجه بطريقه بيرجع نورمال، ما في. انه هذا زي ما بتعرفوا انه الايجينج هذا من الله سبحانه وتعالى، قال تعالى قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل راس شيبة. وهن العظم هذا مرحله ستيج من مراحل العمر اللي مر فيها كل الإنسان على وجه الأرض، لكن تتحكم فيه البيئة والظروف وطبيعة الأكل. يعني في أوروبا، لأنه في بعض المناطق في أوروبا الشمس ما بتطلع فيها 6 شهور، وفي ناس 4 شهور، وفي ناس ما بتطلع الشمس فيها كثير. وبتعرفوا الشمس إنه المين ريسورس فور فيتامين دي اللي هو الشمس الصن، فهذول الناس بيكونوا دائما معرضين للهشاشة، فبأثر طبيعة الأكل، طبيعة الأكل، التدخين، الالكوهوليك، هذول الناس المدمنين المخدرات عافاكم الله، والناس اللي الكحول، هذول معرضين برضو للهشاشه. فهي كل عوامل تتحكم في هشاشه العظام، انه يصير مريض عنده هشاشه او تزيد عنده السيرفيت اللي شدت هاي الهشاشه. ان شاء الله بعد هذا الشرح المستوفي عن الدكسه اكون وفيت موضوع الدكسه حقه. واذا اي استفسار او اي كومنت ممكن ان شاء الله يعني نتواصل معكم ونجاوبكم على هذا الاستفسار. يعطيكم ألف عافية والتوفيق إن شاء الله، وشكرا أخوكم، جزاك الله خير.